أولاً أعتذر لقسم التاريخ، فأنا من المتطفلين عليه دائماً، وهم من المتقبلين والمتفضلين على هذا المتطفل. وليت التطفل كان في المحاضرة، ولكنه كان أيضاً في الموضوع، وهو عن جمهرة الأجساد ابن كثير، وهو موضوع تاريخي، لكن هكذا أراد الله، وإذا عرف السبب بطل الأجل. اخترت جمهرة الأجساد أو جمهرة الأجساد أو جمهرة النسب لسبب وجيه جدا. فأنا عندما قررت أن أحقق المآخذ على شراح ديواني الطيب المتنبي، أعرف من داخله أنه للمعقل الأزدي الحمصي، وأعرف أنه بخطه وبخط يده، وأعرف أنه أيضا عليه قراءات وسماعات في منزله بدمشق، لكني لا أعرف من خارج النص شاهدا يدل على أن هذا الكتاب لابن معقل إلا في هذا المختصر من جمهرة النسب لابن الكلبي. ولذلك قامت علاقة حميمة بيني وبينه. وعندما أردت أن أقدم لكم شيئا عن الجهل بالمؤلف والخطأ في العنوان، كان من الممكن أن أجيء بكتاب مما حققته مثل الفصل الصغير للجني، فقد نشر باسم الفتح الوهبي، وأعدت العنوان إلى أصله أو إلى صحته، وأثبت ذلك بأكثر من 15 دليلا تدل على صحة العنوان أو على تصحيح العنوان. اليوم هذا الكتاب مختصر جمهرة النسب يحمل الأمرين، يحمل الخطأ في العنوان ويحمل الخطأ في جهل بالمؤلف. ولذلك فأولا سأبدأ بالحديث عن جمهرة النسب لابن الكلبي، أو عن ابن الكلبي وكتابي اللذين ألفهما. أولا ألف كتاب جمهرة النسب، وأنا أقصد أن أبين لكم أن هناك خطأ في العنوان معاصر، ثم أتحدث بعد ذلك عن الحديث الرئيسي. ابن الكلبي ألف كتابين، كتاب جمهرة النسب وكتاب النسب الكبير. كتاب جمهرة النسب توجد نسخة واحدة أو نسخة للجزء الأول محفوظة في المتحف البريطاني، ويوجد جزء من النسب الكبير اسمه نسب معد واليمن الكبير في مكتبة الإسكوريال، جاء محمد فردوس العظم ونشر الكتاب بخط يده، وقال إنما في المتحف البريطاني والجزء الأول، وإنما في المتحف في إسكوريال والجزء الثاني، ونشرهما على أنهما كتاب جمهرة النسب بجزئين، وهذا خطأ في العنوان. جاء الشيخ حمد الجاسر رحمه الله فاكتشف هذا المخطوط وهو مختصر جمهرة النسب، فوجد أن الجزء الثاني لا يتناسب مع الجزء الثاني الذي نشره فردوس العظم على الإطلاق، وأن لكل واحد منهما شخصيته العلمية المختلفة عن الآخر. لذلك يبقى مختصر جمهرة النسب في جزءه الثاني هو الجزء الثاني لجمهرة النسب، لأننا لا نجد الأصل، وإذا عدم الأصل صار الفرع أصل. الآن سنتحدث عن المختصرات. سنقرأ ما في هذا المختصر، وأظن أنه قد وزع عليكم شيء من هذا. هذا المختصر محتفظ به في مكتبة راغب باشا في إسطنبول تحت اسم كتاب الجبين في نسب القرشيين، وهو ما ظهر في الواقع على عنوان المخطوط بخط جميل جدا لكنه خطأ جدا. أما أنه خطأ فسنتبين ذلك من خلال ما سنتحدث هذا الكتاب يقول في آخره أو لكلمة
الكتاب أن هذا الكتاب هو كتاب مختصر النسب وليس كتاب التبيين في نسب القرشيين. يقول في آخره الكتاب كتاب جماعه النسب كتبه بخط يده يعقوب الحموي سنه 600 او سنه 1600. يقول وتم الكتاب يعقوب في الاخير وتم الكتاب المعروف بجماعه النسب يعني ابن الكلبي روايه ابن حبيب عنه روايه السكري عنه وذلك بالمنزل المعروف بالزعقة بطريق ديار مصر في 20 من ذي الحجة سنة 2600 وأنا متوجه إلى مصر. وكتب ياقوت بن عبد الله مولى عسكر الحموي هذا الأصل. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم قال فرض بالبناء للمجهول. الآن وهذا مربط الفرس. المؤلف مؤلف المختصر مجهول وفرض هناك العنوان مجهول وهنا المختصر مجهول. قال وفرض من هذا المختصر في المجلدين في أوائل سنة 48 و600 ببغداد المحروسة. والحمد لله وحده والصلاة على محمد وآله. آخر الجزء الثاني من مختصر مختصر من كتاب الجمهرة لابن الكلبي وهو أبو المنذر هشام بن محمد السائد الكلبي رواية أبي جعفر محمد بن حبيب مولى بني هاشم عنه رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الرحمن السكري عنه. نقلت الجزئين هذا حتى الآن عندنا ياقوت وعندنا المختصر وعندنا الناقل الناسخ من المختصر. يقول الناسخ الناقل من المختصر نقلت الجزئين من خط المختصر في مدة آخرها يوم الجمعة سنة 600 من ذي الحجة سنة 65 و600. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وصحبه أجمعين. انتهى. قال قابلته بأصل المختصر رحمه الله حرفا بحرف. إذن فالناسخ قابل نسخته من خط المختصر المجهول حرفا بحرف. الأصل ضاع فما بقي لنا إلا هذا المختصر. هذا المختصر مجهول المؤلف والعنوان أيضا محرف مزيف كتاب التبيين. إذن كيف لنا أن نعرف أن نصحح العنوان؟ نصححه مما قرأته. هذا يدل في آخر الكتاب على أن هذا الكتاب ليس كتاب التبيين لنسب القرشيين. ثم على جانبه أيضا دليل آخر قوي يدل على أن هذا الكتاب هو مختصر جمهرة النسب. يقول هذا الكتاب مختصر جمهرة النسب ولم أعرف مصنفه وقد أنعم الله علي أو على عبده الفقير إليه في جميع حالاته عبد القادر بن عمر البغدادي لطف الله به وبجميع المسلمين آمين. إذن البغدادي طبعا من خلال ما قرأنا من قليل يعرف أن هذا الكتاب ليس كتاب التبيين بنسب القرشيين وإنما هو كتاب مختصر الجمهرة. كيف وقع هذا العنوان على الكتاب؟ سنبدأ بالخطأ في العنوان ونعلل هذا الخطأ ثم نبحث من هو مختصر الجمهرة. أنا أتحدث بهذا وأنا في قراءة نفسي أنطلق من دراسة الشيخ حمد الجاسر رحمه الله لهذا الكتاب فهو الذي درس هذا الكتاب وهو الذي تحدث عنه.